لو سمع كلام الكوتش بتاعه ونفذه زي ما هو عايز، ونسي بقى طبعا الفترة القديمة، لأن طبعا كل نادي بيبقى ليه سياسة في اللعب وفي الكلام دوت وأسلوب معين في اللعب. فهو لو سمع كلام بتلاقي هيبقى يعني حي مش هقدر طبعا زي محمد صلاح لأن ده مركز وده مركز يعني، لكن بتمنى له التوفيق بإذن الله إن شاء الله، وربنا يوفقه بإذن الله ويوفق النادي الأهلي. أولا أنا برحب بالكابتن محمود وحيد في النادي الأهلي طبعا، ان شاء الله متوقع له مستقبل كويس بس بشروط كتير قوي. اهم شرط مش لازم يكون لعيب كويس في فريقه يبقى نجم في النادي الاهلي، لازم يلعب بروح النادي الاهلي بحميه النادي الاهلي، انه عنده نفسه شرسه جدا مع كابتن علي معلول وايمن اشرف، نفسه شرسه جدا، فمن سهل خالص انه يحفظ مكانه اساسي يعني، لازم يجتهد ويلعب بروح عاليه جدا عشان ان شاء الله يحفظ مكانه. ان شاء الله متوقع له مستقبل كويس ان شاء الله يعني. اتوقع له النجاح ان شاء الله، بس طبعا عنده منافسه صعبه انه في مكانه بيلعب احسن باك شمال في افريقيا علي معلول، بس ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله يقدر يحقق كل البطولات مع النادي الاهلي السنه دي ان شاء الله. هو لعيب كويس واضافه جميله مع النادي الاهلي، وان شاء الله يبقى عند حسن ظن الجميع، واحنا محتاجينه يعني، في الكابتن علي والكابتن ايمن اشرف، هو ده اضافه جميله قوي وهيستفاد ويفيدنا كتير ان شاء الله. هو لعيب كويس وباك شمال حلو في مصر المقاصه، بس اللي هو ان شاء الله لما يجي التمرين وكده يعني مفروض يتعامل احسن مع اللعيبه ويتجاوز شويه مع اللعيبه وان شاء الله يبقى مستقبل كويس باذن الله ان شاء الله. لا بصراحه مستقبله كويس جدا يعني، وهيقدم بطريقه احلى مع النادي الاهلي، وان شاء الله ربنا يوفقه يعني ويقدم للاهلي مستوى احسن من المستوى اللي قدمه في مصر المقاصة ان شاء الله. ان شاء الله يتميز مع الاهلي ويخش منتخب مصر ويعوض مكان علي معلول في غياباته. هو لو يعني لو لعب وخد فرصته كويس واثبت نفسه في التدريبات اكيد هيبقى مستواه كويس، لان مفيش حد بيجي الاهلي بيبقى وحش. الاهلي ما بيجيبش واحد ما يكونش يعني مستواه ما يكونش 100%، الاهلي بيجيب اللعيبه طبعا الممتازه، بس ان ده الاهلي ان اكبر نادي في افريقيا المفروض، فاكيد ان الناس مسؤولين في الاهلي انهم يشوفوا لعيب زي محمود وحيد يبقى اكيد ده لعيب جيد. هو لاعب محترم ولاعب في الاول والاخر، هو اهلاوي من نادي الاهلي، فاي حاجه مش جديده عليه، وان شاء الله يرجع ويتالق ويسد فراغ في حاله رحيل الباك الشمال، سواء قعد او كمل علي معلول، وممكن برضه يلعب في ناحيه الهاف، هو لاعب كبير ويقدر يسد المكان ده، وان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله هيأدي اداء كويس، بس اهم حاجه يلعب بروح الفنان اللي هو بيلعب بيها. هو النادي الاهلي معروف في افريقيا ان هو من احسن النوادي في افريقيا، فلازم يأدي يعني غصب عنه لازم، وان شاء الله اللعيب هتساعده انه يبقى ياخد مع الفريق.